السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا ومسهلا. عندنا اليوم قرية القنادس، اللعبة شكلها خطيرة جدا. شوفوا اشكالهم، بس شوفوا، اوه في تحت الارض اقدر اشوف، شوفوا الكياتة بس. يا سلام، ما يخلينا ننزل تحت لاني غشاش. يا سلام، انزين خلينا نبدأ. هاي اللعبة عندكم مجموعة قنادس وتبدأون تسوون فيها اشياء. انزين، انا اول شيء مفروض احدد منطقة قطع الخشب، اوكي؟ وهو مش اول شيء بتسوونه، لكن ما عليه، بنبني قريه صغيره خلال هذه الحلقه، وانا بطلع الشارع بسوي الصناعه هني. مريت على الخريطه خفيف سريع انا، بس الحين ابغى ابدا اشياء سريعه اساس ان اكون اعرف الكنترول الاساسي وهاي الامور والسوالف هذه. انزين، الحين نبغى نحط هني صناعه، حلو؟ فنبدا بقص الشير هذا، زين؟ وهالشير بعد محتاجين نتخلص منه نوعا ما، وبعدين بنسوي مصدر ثابت للشير اذا قدرنا. زين، خلنا نحطي قطاعه الشير. كاتريز كان عندنا، مش في الليبر، عفوا. شوي المنيو بعدني ما حافظ انه بلانت اند تريز، لا بلانت كروبس ما بنزرع شيء الحين. وود، ايوه، لمبر جاك فلاج، هذا المكان اللي راح يسمح لنا نقص فيه شير. قولوا احطيه مكان هني بيكون افضل. ليش؟ لانه يوصل لين هني ويوصل لهني، يكون مكان نوعا ما وسطي. فبنسوي باث او طريق لين هني، ونفس الطريق ابا يوصلوا له من الاتجاهين بالطريقه هذه اساس يكون اسهل عليهم الحركه. طبعا خلينا نبدا نبني شيء لان في ناس راح تزعل مني على طول. انزين، خلينا نبدا نشغل اللعبه. اللي بيستوي الحين بيبنون هذا، حلو، وتحت يقولنا بيلد لمبر جاك فلاج، اللي هو هذا الحين بيبنونه وبيعطينا خطوات اللعبة بنمشي مبدئيا عليها. انا جديد على اللعبة، بس دشيت خدت الكنترول ولا التحكم الاساسي في اللعبة وبديت افهم الشغلة. انزين، هاي المنطقة ما ادري اشلها كامل ولا ما اشلها كامل، اللي هي هاي، بس اظني بشيل اشياء كبار، خلي الصغار يكبرون احسن مبدئيا. كل شيء في اللعبة حسابه من جميل جمالية اللعبة اني اطالعها يعني واشوف الكنترولز مالها. كنت اللعبة نوعا ما فيها سهولة في الحسابية، يعني مش نفس بعض الألعاب وايد معقدة. فاكتوريو يبالنا اكسل شيت، عرفتوا؟ هني ما اظني نحتاج اكسل شيت نفس فاكتوريو. فاكتوريو، الله، تذكرون فاكتوريو؟ حد اكيد في ناس منكم ما شاء الله من زمان عندي في الشانل ويعرفوا موضوع فاكتوريو وغير فاكتوريو. انزين، الحين نبلمبر جاك فلاج، هم يبون اثنين نبني، بس انا احس ما له داعي نبني اثنين لانه في واحد ممكن يغطي المنطقتين بس على اساس انه يسكتون عنه. بنحطي واحد هني ونبدا نسوي المهمه مالنا واللي هي قطع الشير. اهم شيء هالمنطقه عندي حاليا تنظف، اذا نظفت هذه المنطقه كامل انا شوي برتاح. بس خلونا نعطيها اولويه. اقدر اعطي منطقه قطع اولويه؟ ايه، ما اقدر. اوكي، يمشي. اوكي، كونتينيو. يبا ووتر بامب جاذرر فلاج بعد. زين، جاذرر فلاج اللي بيجمعون اكل، اللي بيجمعون اكل عندي بيكونون في مكان مختلف تماما. ابى اجيبهم هني، ابى اعبي هذا المكان ماي وابني هذا المكان اخليه زراعي، حلو. بنيب عندنا الاكل هني فود، ونحط جاذرر فلاج بيوصل ابى هذه المنطقه بس اساسا يعني بالطريقه هذه. وابى احط فارم هاوس، مه لا. زين، خلينا نحط ماي بمب. هذا شيء كبير، ترى البمب شيء كبير. ابى اول شيء اشل هذا ديمولش واعطيه اولويه قصوى. اقدر اعطيه اولويه قصوى حق شيء، اوكي، من هني، بس منطقه القطع اظني ما اقدر. مو مشكله، خلهم يجمعونهم، بس خلينا نسير على خشب. في تخزين؟ لا، في لمبر مل اللي هو بتكون هني على الاغلب، وستورج هني، ستورج. ابا لوك بايل، لوك بايل مكان شكله جميل هني، يكون عندي مكان تخزين. طريقة توزيع الخطوط جميلة في الموب، انا هاي من شغلات اللي عيبتني. انزين، الحين هذا شليناه، اوكي، بنحط طيبهم بالماي حق الجماعة الطيبة عند لا 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 لا، انا ابا اجيب احط الكهرباء هني، معناه برفع مستوى الماي وين؟ هني. فهني شكليا مكان جيد حق احطي مي، لان المي ابى ارفع مستواه هني تماما لين الحافه، لين هذا. كيف شو بسوي؟ بجيب المي، بنحطي بمب المي هني، خلينا نحطي له شارع، كل شيء هني يحتاج شارع على فكره. وبنحطي تخزين المي، تانكي يوصل لكل مكان التانكي، بس بنحطي التانكي حاليا
طريقة أبا معاكسة أو عنده هني ممكن، بس بحط شيء أنا هني، فبخلي واحد واحد لأنه ما عندي الخشب الكافي أظني حاليا إني أسوي هذا كله أصلا. كم عندي خشب؟ هذا هو عندي 26 خشب، وأبا أصرفه بس يعني بشكل مثل ما تقولون حكيم شوي ولا وايز، أساس إني أكون أوكي. هني هذا القرار بيبدأ يجمعون أكل حاليا، لأن نبدأ نحط أكل. نقدر نحطي حقنا، خلينا نسوي كونتينيو شو يبقى نكس سمول وير هاوس، مخزن صغير، وسمول ووتر تانك اللي هو اوريدي انا موجود عندنا بس في التخزين بيه هنا ستورج. سمول وير هاوس منطقة المخازن، خلينا نخلي هذه المنطقة منطقة تخزين بالاساس بالطريقة هاي، ما بيكون بالطول، بحاول نخليهم شوي يشبهون بعض. وخلنا نحط شارع لين هني ويجون يخزنون اي شكل عندهم هني. نقدر اللي نسويه نقص الطريق، لان هذا بيكون طريق طويل بالنسبه لهم، على اساس يختصرون اذا بيجيبون اكل من هني يختصرون الدرب لين هني. ما ببني هذا، ببني بنيته برايي. انزين، اليوم الاول راح، اليوم الثاني نحن محتاجين نسوي سد المي. سد المي بناخذ منه وايد اشياء، بس سد المي اظني بسويه هني. وبسد المي مش اسد المي، بسوي كهرباء، والكهرباء راح بالاساس تكون وين؟ ووتر ويل، باور ويل. باور ويل ما ابا لانه يستعمل قندس، ابا احطي ماي، ابا يحطي مكان كهرباء قويه. فخلوني ارفع الترين الحين، بنبدا ننتج كهرباء. شوفوا اللعبه شوي ميكانيكياتها تختلف عن العاب ثانيه، لكن ميكانيكيه جميله. ناخذ الترين ونحطي سد بالطريقه هذه، تو فار فروم بيلدرز بيلدينج. ايه ها ايه ها، زين. وبنجرب نحط الباور هني، شوف اذا حطينا الباور. زين، شو محتاجين؟ بيلدر هات، ديليت بيلدينج مارك. لا، محتاجين حد يبني، صح؟ هذا وين يوصل؟ ضعيف لين هني، اذا ضعف وايد فهو مصيبه، صح؟ زين، اذا سويناه ممشى بالطريقة هاي بيكون اوكي. انا هذا اللي بفهمه الحين، في اشياء بفهمها في اللعبة. خلينا نرفع برايورتي هذا اول، يبنونه قبل الكل. انزين، وير هاوس، ووتر تانك. انا ابى ابني بيوت، بس الحين على ما يبدو ما يحتاجون بيوت. عندي اثنين ما عندهم دوامات، اثنين ما عندهم دوامات. عندنا هاوسنج هني، عندنا متل، عندنا ليبر. Howling post, how will assist workers within district carrying goods greatly increasing their productivity. Workers bonus strength 100%. يزيد قوتهم هذا. هلا نحطي هني، وهني بيكون في كم بيت، وهني بيكون في شوي خدمات. انزين، هسه احاول احدد المناطق اللي ممكن اسوي فيها. انزين، الباور هني اذا ما استوى بحاول اغير مكانه لمكان اخر، بس حاليا اتمنى اني اقدر احط مول باور في المكان هذا. انزين، يعني جانا اليوم الثاني، والحين طبعا الازمه الفعليه في الخشب. نحن كم نفر عندنا؟ 9 انفار كبار، صح؟ هل نبدا نسبقهم؟ لان كل شيء عليه اولويه الحين. الحين هذا يوصل يستوي اصفر لين هني، بس يمكن لانه ما في شارع. انا بشوف نظريه منو، نظريه الشارع الحين. خلى يبنون هذا اول. انزين، يعطيه اولويه. هذا المكان فل بلدنج فل. زين، المي اذا فل زين، لان احس انه بنتوهق في موضوع المي والامور الثانيه. انزين، الحين اذا جيت برفع بيرضى يرفع. توي فروم بيلدرز بيلد، اظني هاي مشكله ثانيه عاده، بس لان الخط هني قاعد يوصل عادي. وين المشكله اللي انا مش شايف المشكله، ولا في مشكلة ثانية؟ لأن محتاجين باور نحن، هذا شيء أكيد. إنزين، خلنا نكمل. You can start thinking about building frames, producing power, generating points إلى آخره. Close tutorial، خلص التوتوريال ماله. قلت لكم الحين مثل ما يرقدون على الأرض مساكين، وفيهم هم sleep إلى آخره إلى آخره. خلنا نبني لهم بيوت، نسير الهاوسنج. هذا يشيل ثلاثة، هذا يشيل ثلاثة. Lodge place spend night، هذا كم حجمه؟ اشوفهم نفس الشيء انا يعني. اوكي، نقدر نحطي بيوت واحد حاليا. كم نبغى نحطي؟ اربعة بنحطي. اخليه هني فاضي، خليه هني فاضي، احطيهم بالطريقة هاي في الوسط، اساس ان يوصلون كل مكان.
بدل ما يرقدون في الشارع برا، خلينا نطوف الليل هذا على خير. انزين الحين هو المشكله الاساسيه نحن عندنا في هذا، انزين ليبر الى اخره الى اخره. بلدرز هات يباله ريسيرش. ريسيرش هذا صح، ساينس. تعال يا ساينس يا حبيبي، تعال تعال ساينس نباك على ما اذكر. استوي الستاك، مش على ما اذكر، استوي الستاك فوق. ايه بيكون شيء فنان. الحين مو مشكله، احنا قررنا ان هذا المكان بيكون فيه اشياء، خلني هذا نعطي اولويه على اساس نبدا نبني البلدرز هات ونشوف شو السالفه، وهذا نحن ما اعطيناه اولويه. انزين اللعبه يبالها بال طويل، نفس وايد العاب من نفس النظام هذا. ليش؟ لان حاليا نحن بعد لازم نبني ولا نزرع شير، لان بس مجرد ان ناخذ شير ما يكفي اتصور، لانه بيطول وايد وما بنحصل وايد شو اشياء نقدر اسويها بعدين. اذا هاي السالفه خلونا نشوف بلانتس اند تريز. ما اقدر ازرعهم بس اقدر احط كروب. كروب خاطري احطيهم هني عند المي، حطي واحد 4x4 جزر، وبنحطي 4x4 بطاط، وبنحطي قمح هني. ما نقدر، نقدر نسوي 4x4 هني، ونزيد الشو، نزيد البطاط حبة، يستوون تقريبا نفس المستوى، مش تقريبا نفس المستوى بس الويت يبين أكبر، عرفتوا؟ بالطريقة هاي يكون عند الماي وهو بيكون شيء زين. انزين الحين خلينا نشوف النظرية الأولية. ايوه يستوي، بس المشكلة لازم حبة 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 حبة، هاي ما بخلص منها. انزين الحين بس اقدر احطي بس المجرد اني احطي هم يبنون بعدين، انا ما كنت اعرف المعلومة. اوكي هذا بنحطي هني، هذا بنحطي هني، يمكن نبى شيء نفس جسر. وكله يباله ساينس بوينت، هذا يباله 100. ساينس بوينت منو يشتغل فيه؟ يشتغل فيه بيفر. اوه يجمع لي اوريدي 15، نويس. انزين هذا معناه نبى نفتح اول شيء بيرج. ليش تقرو 9 12 يوم 24 يوم؟ لا انا ابى شيء ينمو بسرعه، لان اذا ما ينمو بسرعه هذه مصيبه. انا بتشوف هايل بعد شو وضعهن، لان الحين نحن بالشبه مخلص الخشب اللي عندنا، واذا خلصنا الخشب اللي عندنا نحن في مصيبه. انزين خلينا نشوف المنيوات الباقيه، انا ما لحقت اكتشف كل منيو موجود. ليجر شو عندهم؟ كامب فاير، كامب فاير. اوه كل الشعب يستانس، خلينا نحط الكامب فاير قدام هذا. اوكي في ناس بترقد في البيت، وال استوى عندي 11 واحد اوريدي، يتكاثرون بسرعه. اوه انزين عندي ماي، انا اظني بيني صيف الحين الايام زينه، بعدين اتصور بيني صيف بيلعوزني، في عندي 4 ما يدومون، يعني اقدر اسوي اشياء. احس اني بسوي من هذا اكثر، لان الساينس اذا ما سويت منه كميه كافيه فانا في مصيبه مصيبه يا جماعه الخير. انزين ابى اسوي شيء ثاني، ابى اذا سديته كامل لا بيمر من هني المي. اوكي ما بيخرب الدنيا، الا نسير للخشب ونبني لمبر مل. اوكي لمبر مل يباله شو؟ كهرباء. حلو بنحط اللمبر مل يوصل كل مكان صح؟ اي يوصل مخزن. حطي اللمبر مل هني ونحطي للشارع هني، شوف وين يوصل. ما يبين قبل لا يبنونه، لكن على ما يبدو راح يخدمني. انا اللي ابي ابني منه واحد ثاني ساينس، هذا استوى اوريدي 11 واحد. واو انا نروح الساينس، لان عندنا 4 ما يداومون ونقدر نبني الاربعة، نعطي هاي برايورتي اساس يدبل عندنا الساينس. اذا في يومين جاب لي 39، على امل خلال يومين غير عمل يقدرون يجيبوا لي الشو. اقدر اسوي سكيب حق الليل مثلا؟ لا هذا شو انفنت، هذا شو ووتر. اوكي في مي، هذا شو يراويني؟ طبقات البناء. انا عقب بطلع شكلي ليفل زعيل. اوكي هذا انترستنج بالخاطر. الحين هاي اقدر اشلهم. زين ما بالجذور هاي صراحه هني،
لاني ابى ابني هني شير عند البحر، وهذا كله ابى اشله كله، ما بيطلع عند الشير صراحه. والفاكهه اللي هني اباها، بس هذا شوي يمكن اشلهم. الفاكهه اللي عندي بشكل عام اباها، بس هذا احتاج مستوى ماي اعلى. بس ليش ما يبنون بسرعه؟ هذا يا سيبني اوكي 54 صار عندي، خلينا نعطي هذا اولويه، كهرباء اولويه، زين بنعطي هذا الجسر اولويه. الحين اهم شيء هم بنوا بيوتهم كم واحد؟ 10. الحين ليش 10؟ حد ما تستوى شيء، واحد ياهل، عندي مكان حق 12 شخص، ما عندي حد هوملس. لحظه، عندهم مشاكل. انا شو قلت لهم يهدمونه ولا شو سويت؟ انزين ابا يستعملون الشوارع، هم هالحلو فيهم، بس ابا ابني الكهرباء. عقب ما ابني الكهرباء هاي البرايهم، ابا الكهرباء ان شاء الله تنتج كهرباء ان شاء الله، اصلا هذا يتوصل في الكهرباء، لاني اظني محتاج احطيه بالعكس. خلنا نهدم هذا. ويت ويت ويت، انا اظني هذا غلط اصلا، لانه انا بحتاج احط اللوج ولا المل بالعكس بالطريقة هاي، واحط الشارع بالطريقة هذه. اوكي، لاني بوصل الكهرباء دايركت لين هني صح، والكهرباء دايركت عبارة عن شوف صبر بايب ريت باور شافت، ما اقدر اسوي باور شافت. شو يبالي اشوف الموضوع هذا. ايوه في شيء ثاني، خلني اكنسل هذا. يس كانسل كانسل يا حبيبي. الوضع فيه شويه تعقيد، ابو اشل هاي، هذا ريسورس، هذا ليبر، هذا الشارع، كيف اشيل الشارع؟ يس يس زين، وابى احطي الكهرباء انها تي دايركت ويوصل بعيد يا حبيبي، ونحطي اللمبر مل، ان على ما اذكر لازم اوصله دايركت بالشو بالهذا بالمكان هذا بالطريقة هاي. الحين من يتوصلون هذيل راح يتغير الوضع. الحين انا عندي 12 واحد، فببدا من الحين احطي بيوت زياده. بس كيف احط بيوت؟ كيف احط بيوت؟ اقدر احط بيوت فوق بيوت، لكن كيف بيدخلون؟ شوفوا لازم اظن اسوي لهم نفس جسر ولا طلعه صح. ابغى احط بيوت فوق بعض، بس مش الحين. الحين خلونا بالطريقه هاي نبني هالبيوت، وعقب نسوي لهم ممر خارجي. 4 بيوت ابا، وابا باث يمكن هني بلاتفورم نو عندي امية. انا شو كنت ابا اسوي في الامية؟ نسيت اي الشير. ابا ابني ولا احطي مزارع الشير؟ هذا كم يباله؟ انلوك فورسترز تو انلوك بيرتش. وات وات فورستر لازم، يعني الفورستر وين بيكون؟ في الود صح؟ هي لازم حد يزرع، ما يستوي دايركت. اقدر اسوي هذا المكان زين شير، يكون هذا المكان اللي ورا، اقدر اسوي بالطريقة هذه، بس ابا شارع يجي من هذا المكان، هذا المكان اساس يكون عندي ممر حلو، اسوي فورستري، بسوي هاي لبو 9 ايام. ابى اسرع اشياء ممكن تستوي صراحة بالطريقة هذه. واو فنان. لا هني ما بمد، هني بمد الصوب الثاني في طلعة، هني طلعة ما بسدها. شو بسوي؟ بجيب لها شارع، لاني اعرف اني بنساها عقب بالطريقة هذه، وخلوا شارع هني طف. هاي طلعة حقهم يطلعون، والله كيوت الصراحة الاسلوب مالهم. انزين بالطريقة هاي روم اشيل الشير، موارد اكل ثانية يعني، هذا لانه عنده سلوب. لازم ابني غيره. شغلتها شغلة الشكلة فنان بيك. اوه كهرباء،
نايس نايس. زين خلينا نفتح البريدجز. ابو بريدج ما اعرف ليش احس اني ابو بلاتفورم. اكت از بريدج فور فاونديشن فور اذر بيلدينجز. يس ابو اشوف هاي شو سالفته. هذا غير هذا. اقدر اسوي مثلا مهني لين هني جسر. شوفوا بالصوب الثاني هذا بنحتاجه اكيد. 2.5 days على الصيف. وهل انا عندي ماي ولا عندي شيء؟ ما عندي اي شيء. ها شو suspension bridge over gap. حلو 2 lane 5.6 ها كله مكلف. تربل بلاتفورم اوكي هذا يرفع لنا. wooden stairs not enough science points. يباله 70 وما عندي 70. بنشوف شو يستوي الصيف. ما تشوف شيء يستوي في الصيف. عندي شوي ماي مخزن وما عندي هاي غير يعني this construction set to fire from builders to build move. اوكي ما يقدرون يجون ويسوون اي شيء حوله. نقدر نستعمل اللي تو فتحناه الباث هذا بالطريقه هذه على اساس ان يقدرون هم يمرون الجسر. يعني هذا حق انتاج كهرباء هذا بس على اساس انهم يمرون. ليش انا حطيته هني وشوي تصميم بيض بس اي ثينك ولا توقعت والورك يعني سمه بيشتغل بيشتغل الوضع. انزين ما عندنا مشكله. انزين الحين فورستري نباها بسرعه اوكي. هذا نباها بسرعه. ليش اباهم يبداون يزرعون الشير؟ ابا تنزرع ينزرع او تنزرع او واتفر. انزين الاشجار اباها تنزرع حلو. وابا الحين شو هذا فور population of full being. اوكي نولج ما عندهم شيء. ما عندهم سوشيال لايف. ثيرست اوكي سليب اوكي هنجر مالهم اوكي. لين نبدا اظني نعاني بس هذه الاشياء ناقصنهم شيء انهم ما قاعد يزرعون. بلو بيري بيرش الى اخره صح. الفود فارم هاوس امبلوي فارم ذات بلانت ان هارفس كوربس. اوكي انا ما عندي الناس اللي تزرع ما عندي. لس خلنا نسوي شيء مثلا من هذا القبيل على اساس نبدا الزراعه. وانا يعني مغلط في وايد اشياء. بيوت يكفيهم اوكي. فخلنا اول شيء نبدا بهذا هاي برايورتي. بعدين هذا هاي هذا خلنا ننزل برايورتي. خل اول شيء يبنون هذا بعدين هذا. زين على اساس نبدا نسوي اشياء. الصبر شو السالفه هنا. الشير تقريبا كله كبر صح. الحين خلنا نقسم كلهم يلا. او مع انه هني يعني ما كان له داعي. وهني هذا كامل صراحة ما له داعي. بس نحنا نبى بعد نشل الجذور اللي هني كلها لان هاي تستوي منطقة بناء. بس ما عندنا الحين اظني وركرز كفاية صراحة. هذا بعد يبالنا بيت واحد وهذا يباله عقبهم يخلص. الحين اهم شيء عندي هذا يخلصون 25 لوك. في كم بيحتاجون يبونه جماعة؟ الاشياء في اللعبة هاي يبالها وقت ويبالها عدد عمال. عندي 4 ما يداومون. انا عندي 4 ما منهم فايدة فعليا ما يسوون شيء. لحظة خلنا نشوف هل كل مبنى فيه عدد موظفين ولا كيف. يعني هذا كم؟ هذا is one guy بس. صبر ذاتي السالفة. صبر خلنا نشوف. نبا نحن demolish building landscaping flooded لي ما نبا هذا حاليا. explosive factory اوف ديناميت اشياء عجيبة اشياء طر. نحن نبا builders هات صح. يبالا 100 يعني لين باكر بنحصل. هذا كم موظف يبا؟ 2 هذا واحد. يعني مال اكل بس بيكونوا حق هذا الاثنين. يعني اذا هاي البدو انتاج اكل عندنا مخزن الاكل هني صح. بيريز الى اخره. بس بيريز قاعدين ياكلوا مساكين من متى؟ بس ايش ال 200 ما ينفع. زين اذا هاي السالفه انا اباهم ميان الصيف ما في شيء يطلع في الصيف. عندي 30 ماي 30 ماي بس. يعني بيستهلكون 60 عفوا ماي. يعني هل هم بيستهلكون الماي هذا حق كل شيء؟ احس صعب شويه.
زين الحين هاي ما يقدرون يزرعون اذا ما شيء مي، زين اذا هاي ما يقدرون يزرعون ابغى اسوي نفس حقول صغار 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 كيوت كيوتين شوي، نسوي التصميم لين هني الحقول، لين هني منطقة البيوت زين، ولين هني كامل بيكون حقول ما عندي مشكلة، هني بخليه حق المي. يعني بيكون عندي حقول، هذا شو زرعنا نحن؟ صبر، هذا اللي هو كرت صح؟ ايه كرت، خلونا نزرع كرت بالطريقة هذه هني. اوكي بيكون عندي اثنين موظفين هني، شو شغلهم؟ زراعة. اوكي وبيكون عندي هني بعد ناس شغلها غير، عندي 11 شخص انا الحين في الموطن هذا. ورجع المي رجع المي رجع المي رجع المي رجع المي، ما طول الصيف واللي هو شيء وايد حلو زين، بس اللي مخوفني الحين التخزين، تخزين الاكل شكله على العدد، احس اني بتوهق في الاكل بعد مرحلة من المراحل، فبالتالي ما بفرموس اباش حد يشوي، يا بموظف واحد شوي، موظف واحد يشوي يشوي يشوي، ما بخليه هني، بخليه هني اللي يشوي، وبنيه على الستورج، وبنحطي سمول وير هاوس ثاني هني، اظني كنا نقدر نحط شوية هناك بعد. انزين الله قاعد يزرعون، شوفوا قاعد يزرعون جزر الحين، يا سلام يا سلام يا سلام، سلم هاي اللي اظن يمكن ما نحتاجهم قريب، بس نحتاج ناس اكثر تسكن عنا، في ناس عزابة هني ليش؟ والله ما اعرفش. زين الحين هذا شو ناقصنا؟ this building needs power. زين الباور مش مفروض انه يوصل؟ زين اذا شي السالفة ابى اشل الشارع، ما اقدر اشيل الشارع بروحه صح؟ انا وايد اخطاء قاعد اسوي لاني ما اعرف شو السالفة. اظني لازم ما يكون شي بينهم، اذا لازم ما يكون في شي بينهم هاي مصيبة ثانية. لنا ما نقدر نهدم حتى، يس يس يس، بنغير التصميم كامل، ما يصير كنترول سيلكت انتر انتر زين، انتر يشتغل زين. الحين شو بنسوي؟ بنسوي شوية تعديلات على الخطة اللي هني، بما ان هذا ما يستوي الا اشل الشارع اللي فوقه، خلوني اشل الشوارع هاي كلها واحاول بدون شوارع، اظني لان ممر ما راح يسمح لشو لبناء الكهرباء، اشوف والطريقة هاي. ايوه يا سلام سلم يا سلام سلم، بالطريقة هاي استوى عندنا الحين انتاج بلانكس، بس تو في صيف احس انه مر على خير، بس في احتمال كبير انه مرة ثانية ما يمر على خير، فابى اسوي احتياطات امن وسلامة بعدين، بس الحين شو ابى اسوي؟ بعدني ضايع شوي في المنيوات صراحة، ابى اسوي شارع من هني لين هني اوكي، وابى احط بوكسين اجين، ارفع اللاندسكيبنج اخلي نفس الخطة الاولية دام بالطريقة هذه اوكي، وان شاء الله انهم يحاولون يبنونه. ماي اظني كفاية، بس عندنا ريسيرش مستوى وايد استراتيجي، انا شو استعمل من الريسيرش ترى مش شيء عادي يعني، عرفتوا؟ فالحين ابى ياسب ازرعني جزر، عندي مخزن يشل بس 200 وفي اوريدي 79 بيريز، بس الحين على وشك اني شو امكس لهم اشياء. عندنا الجرل، الجرل اللي ب 25 لوج، بس الجرل شو يسوي؟ ليه الشوايه مالهم ولا وات ايفر شو يسوون؟ فود الجرل
جريلز بوتيتوس يشوي بطاط بس. قلت هذا يسوي لنا قمح، يسوي لنا خبز، هذا يسوي أشياء ثانية. زين هذا معناه الحين ان احنا ان هذا شغال. اوه بلانك 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 بلانك، شوفوا كم استعنا بلانك. نويس بلانك شيء خطير الصراحة. ما في خشب يا جماعة، الخشب قاعد يخلص. ممكن نشيل الخشب اللي هني حاليا لين نقدر، بس ما ادري هل يوصل اصلا هذا لهناك. ما يوصل، مستحيل. واحد اثنين، بنحطي لمبر جاك. كان عندي ستيرز ابا صح؟ اوكي ابا ستيرز، ستيرز هني، وابا الشارع يجيب لين هني، وابا هذا كشارع يجيب مال الخشب، وبحطي الخشب اللي هني كله كله باي باي لين انا ابدا انتاج خشب يعني. هذا بيكون زين. هذا معناه هذا اذا بنا بيستوي عندنا كميه خشب كبيره. احنا هذا بالمفروض يبدوا يزرعون خلاص. هذا شو ناقصنا؟ فيكنت. ايش سيرش نون امبلويد بيفرز ان ديستريكت؟ ما عندنا حد، ما عنده دوام. اخ ما في حد عندنا فاضي. زين اذا ما في حد عندنا فاضي هذا نحن ما نحتاجه، كنا حاطين حق هذا الاتجاه صح. خلونا نفنش هذا اللي هني، مفروض يخلص، يخلصون هذا ويحصل له هني دوام على الاغلب. داوم ايوه قام يزرع. شوفوا يا سلام يا سلام على الزراعة. والله شيء خطير على فكرة الجيم هذا كإدارة شوي، صح انه يعور الرأس ولكن نسبيا جيد. شيء خمس أطفال وفي عندي بيوت فاضية ترى الحين من 24 وعندي أشياء ثانية. خلنا نشوف. في كان ليجر روف توب تيريس كامب فاير، حطينا معبد شيء يعني تمزين. أبو أحطي هذا بس كيف عندي دري صح؟ بحطي هذا هني، وقلنا في نفس متر بلاتفورم، تربل بلاتفورم يعني نحطي، نقدر نحطي هذا في الوسط، نقدر نحطي فوق الشارع فنون، نقدر نطلع طبق ثاني فنون. والله عجيب، والله شيء فنون. يعني هذا نقدر نسوي بلاتفورم هني، نقدر نسوي شارع على البلاتفورم، نقدر نحط هني بيوت. شوفوا سوى شارع صح، انه مشروع ضخم، نقدر نسوي بناية طابقين. اوه فنان فنان، شيء خطير الصراحة. يا سلام. انزين خلنا نشوف المشاكل الثانية اللي عندنا. 200 بوينت نحن، فلا خلنا نستفيد منه. مثل بلاتفورم إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لاندسكيبنج شو عندنا؟ ليف other building that can be built on the top side float gate blocks up to adjustable height water، هذا بنحتاجه. عقب نسوي سدود لأن هذا أصلا ما هو البيفرز عليه. your beavers are happier than ever، you have reached a new well-being score. يقول لك مستانسين. كان لك ماتيريال، لك ماتيريال، ما عندنا الخشب، عندنا مشكلة فيه، بس مفروض هذا يعوض يعني علينا. اللي هني هني بتكون القرية اساسا، فمع الوقت اصلا انا راح اشل الخشب هذا كامل نفس اللي سويته هني، بس هني الحين يمكن ما في موظف، لا في موظف نايس، بس ابا اشل. اقدر احط الشارع في حضن هذا الشير هي دام شلة، اقدر ابقى احط شارع سيدة للبيرز، ويمكن احط واحد اللي يجمع بيرز هني بعد، خليه يجمع اكل، لان الحين عندنا هذا مفروض فل اولموست فل. زين وعندنا هذا يزرع شير. اوكي 24% اتز ووترد اند لايف، في عنده ماي وقاعد يسوون، وعندنا الاثنين هاي قاعد يشلون الجزر ويحطونه في التخزين. مفروض عندنا الحين جزر، ايوه سوى عندنا جزر في التخزين، وبيستوي عندنا قريب بطاط وعيش. بس بنشوف شو سالفة البطاط والهذا، هذا يمكن اشيلهم واخليهم كلهم مزرعة بطاط وياكلون بطاط.
مشوي حاليا. انزين الحين استوون في كمية خشب زيادة مهني، بس ابى ازيد الستورج مال خشب لوك باير. كنت اتمنى والله انك تستوي هني، لكن والله هني لوين بيوصل هذا؟ ما بيوصل مكان بعيد. اللحظة هذا الحين يوصل لين هني، احمر تماما احمر. يعني اذا زين حطيه هني نوعا ما يوصل. حتى لو يصير لهناك ترى مش عملي اصلا، فخلونا نشل هاي المنطقة من البيريز. زين عفوا 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 عفوا، ليش شل الجذور هاي اللي هني كلها؟ بحط تخزين خشب لين ما احتاجه طبعا. ها بحط شكل هذا فنان، شوفوا البطاطا هذا كله بشيل، بس البطاطا برايح. بس هم مش قادرين يخلصون الجزر اظني، وايد الحق الكبير بالنسبه لنفرين. بس الحين اشياء نفسه هني ما باها ترجع تكبر شير، ابا يقص هاي. زين وابا يشلون هاي وبحطي للتخزين قريب. الحين قام يحل شوي 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 مشاكل خشب. او عندنا ساينس، عندنا تخزين 1000 لارج وير هاوس يشل 1000 بدل 200. ابا ما اعرف بس ابا ما اعرف السالفه، بس ابا. اوه والله ما في حيله. عود يا حبيبي، بس ابا يشل. خلوه هني، احتمال يستوي على الاغلب لين هني جسر لفوق. يعني هذا على الاغلب راح يكون بالطريقه هذه. زين هني راح ابقى بلاتفورم اساس الناس توصل لاماكن ثانيه بالطريقه هاي، اساس ان هذا يكون جزء من المدينه على الاغلب بعد. يعني بس المشكله عندنا في موارد الماء، اللي انا فهمته ان الماء لازم يكون قريب على اساس انه يعطيك الافكت هذا او الاخضر هذا. يعني لازم نعيش على هني. بس فوق شو بنبني؟ اوه سكراب رونز. ابا ارفع السد. وين ارفع السد؟ زين الحين هذا بيخزننا كم. يباله وايد اشياء. This building not connected to any district. زين هذا معناه هذا كله لازم يكون برايورتي عالي. ليش بس الجسر ال- 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 هذا عفوا لا اله الله الدري يستعمل بلانكس. عندي بلانكس خشب ما عندي تقريبا. زين هذا قال لي 9 ايام، وينه؟ كم يوم باقي له؟ 62%. اظني عندي ناس ان امبلويد، لا ما عندي، عندي 24 من 24 ساكنين في بيوتهم. صبر اذا السالفه تدام اني امد يزيدون صح. نبا هذا هاي برايورتي هاي برايورتي هاي برايورتي. ابى اجرب ابني طابق ثاني. زين نجرب نبني الطابق الثاني. الحين هذا من يبنون يعطيهم بلانكس ويبنون اللي فوق، الوضع شوية راح يحصل فيه تغيير. بس مشكلة اصلا ما في خشب على اساس يكون في بلانكس. في خشب فوق هناك بس بعيد. حسبتي اصلا لازم اني نحطي تخزين خشب. هاي واحدة من الاسباب الرئيسية لوجود تخزين خشب بالمنطقة هذه، ولازم يكون كل شيء استوى برايورتي عالية الحين في المدينة مرة واحدة. هلا الليل بس يمر الليل ونشوف شو بيستوي فيهم، لان حاليا في خشب هناك فلازم استغله صراحة. لازم هذا الخشب يوصل لوين؟ لين هني. هل من الممكن خلي ابو شيء نمد الشارع؟ انا ابو شارع هني ما يخرب شيء بالطريقة هاي. زين بس شير يطلعون يمين يسار ما يطلعون مكان ثاني. هني يكبر شير بيشلونه هني. هذا ما بقى له شيء احس، بيجيب لي كمية خشب طيبة. بس اهم شيء هاللي فوق ينبنون. ليش؟ لان انا عندي خطة هني ابني طابق ثاني بيوت. بس لحظة عندي مكان حق بيوت تحت صح؟ خلنا نسوي بيوت بالطريقة هاي اول. زين يبنون هالبيوت وبعدين نطلع بلاتفورم ثاني يبني بيوت فوقهم على الشارع الداخلي.
انا ما اعرف مدى نجاح الخطه بصراحه، بس اتمنى انها تكون خطه ناجحه صراحه. هذه اساسات اللعبه كبيره جدا يعني، ضخمه، وخاصة ان يعني عندنا شوي موارد ناقصة وهي الامور. شوف البلانك ويز ماتيريال ثنينة، خشب تعبان البداية. شوف الويد جميل يوم يكبر. انزين عندنا هني امورة طيبة، مو مشكلة. نحن هدمنا واحد مال بلانكس، بس نبغى مواطنين زيادة. المواطنين قاعد يكبرون وان امبلويد عندي 3. ايوه انا ادور الناس الحين، غير موظفة الحين، ادور الناس البطالية دواره. زين هذا معناه هذي مش ملحقين يزرعون كل شيء صح؟ والاكل شو وضعه؟ هني 148، في اكل فوق عندي 300 وشيء اكل، 75 ماي ما احس انه يكفي، فابى اجيب الماي اشوف شو السالفة. ووتر دمب ديسشارج ووتر، ما ابى اسوي ووتر دمب حني، ابى تانك يعود انتجريشن تاور. ما فهمت شو يسوي الصراحة. must be built on the ground unique function، وهذا شو depth marker measure the depth of water. الحين ما نبغى نقيس هذا، نبغى تانك يعود، لان اذا جانا صيف نبغى نكون مثل ما تقولون على دراية في الاستيو. خلينا نحطي هني يبين مكان مناسب. يباله جيرز، جيرز وين اسويهن؟ لحظة، إذا يبغى لقير خلنا نكنسل. يس كنسل. هاي اللي بتشوف شو بيسوون. يستوي يحرك المبنى؟ ما يستوي صح؟ أوكي الحين هني هم شوي مضطربين سبت الخشب، وأنا عندي هني شوي نقص خشب. زين إذا أجيب أزرع فورستري ثاني بلانتس، أزرع بيرش غير، مش عفوا أحطي المبنى مال الشير اللي هو بيكون توي مسوينا انا، يا الله، في الخشب. حطي واحد هني طريقة هذه، واعطيه هذا اولوية خصوة. بعد هذا ما عنده اولوية، ما حط لهم اولوية. شو في شيء ثاني اولوية؟ ما في. بيحطون هذا الحين بلانك 60 بلانك، هذا يباله يخرب بيته. انزين هذا بياخذ موظفين اثنين، هذا بياخذ عفوا موظف واحد، لان هذا بروح الحين احسه خلاص جيم اوفر الريال هذا. بس اذا بني بالثنين ما بخليه بالطريقة هاي، بخليه بالطريقة هذه كاملهم بيطلعون مهني من ورا، ما لنا حاجة فيهم عادي يعني. انزين وهذا لوين يوصل؟ هذا يوصل منطقة كامل، فبالتالي اقدر اعبي الفراغات كلها، لانهم نفرين، نفر واحد قدر يزرعه كامل تقريبا في طلعة واحدة. فاذا الحين عندي هذا انا ويبنونه، مفروض كذا 9 أيام يكون عندي يعطيني ون لوك. يعني نتكلم عن منطقة، هاي وش كبرها أصلا؟ ما يقول لك حجم المنطقة، بس صبر. 2 4 6 8 9 2 4 6 8 10 12 16 16 في 10، قولوا من 100 150 بيعطيني كل 9 أيام. 150 كل 9 أيام ما يكفي. 150 كل 9 أيام ما يكفي، كفي كفي ما يكفي. إنزين الحين استوى عندنا واحد ثاني يزرع، الثاني اللي بيزرع بعد لازم نهتم له، نشوف كم بيسوي إنجاز في الأرض اللي موجودة هني حق شو، حق زراعة الشير. نقدر نزرع بيرز يعني، هاي أقدر أكنسلهم وزرع مكانهم بيرز، بس أنا ما بأزرع بيرز حاليا، أنا محتاج كمية خرافية من الخشب. فشو بسوي؟ بما أن عندي أكل قاعدي أوكي، أنا مش محتاج هذه المنطقة أوكي، يمكن هذا بعد ما احتاجه كوظيفة. اوكي هاي ما عنده شغل، يوزع الريسورس بين بين الاماكن هاي، يعني حطه هني يبني هني لين هني وانتو سايرين. وهاي هذا يقدر يوصل لهاي لظني، نفس الشيء بيكون. فالحين عندي اثنين، هاد اثنين يتريونهم يكبرون، شو لازم انا اقول لهم قصوا ولا شو؟ لازم انا اقول لهم قصوا. ليش؟ زين لو قلت لهم قصوا الصغار بيقصون ولا لازم يكبر؟ لا اوكي اوتوماتيك، نايس 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 نايس، اذا اوتوماتيك معناه امورنا طيبه.
هوبفولي اوتوماتيك وما يقصون الصغار على امل، انا باهم يقصون الكبار بس. زين ها معناه انا لازم احدد لهم شو يقصون. ها معناه استوى عندي مورد خشب من يوم عمل ثاني، الحين بيبين القوه مالته، لان الحين ياسين احنا مرحلته شوي استكشاف في عالم الجماعه الطيبه هاي. هذا كيف اقدر اسوي واحد ثاني الحين بباوره؟ هذا موضوع بعد يحير. الحين استوى عندي ممره هني وعندي ساينس، الساينس بس مش وايد، احس ان لازم اسوي ساينس اكبر. بس اللي استوى حاليا عندي، استوى عندي بيوت وعندهم فوق السطح فيزيترز، ما عندهم ما في حد يارسني فيه. هذا يا بس ما حسبوه تبن لهم. لا اوكي يحسب، اوكي يستانسون. الحين عندي 24 مكان او 24 بيت، وعندي مورد هم يقصون ويردون شو يزرعون. زين هني ليش مو بزارعين؟ انا هذا اللي مش فاهم منه يعني الكثر. يعني اذا انت فاضي يزرع يا اخي، بس مشكلة يستهلك عامل، واحس اني ابى انتاج اقوى من هذا خشب، لان الحين الخشب عندي صراحة مورد تعبان جدا. انا هذا المورد حتى ما ابى اسوي هذا كامل خشب الحين. صبر، الخشب الكامل راح يحللنا وايد امور. للحين مش متعود على الميني صراحه، بس اخبط. زين الحين نبح نبه ننتج كهرباء ونمسك ماي، نمسك ماي من هني ممكن تيفز كان بيبلد نستوب. زين يعني هذا مفروض اقدر احطه هنا صح، اقدر احط الشارع هني عادي. موضوع الشارع، الشارع موضوع بسيط. اوكي ابى امسك ماي مكان عميق، يعني اذا اسوي سد بالطريقه هذه خلنا نشوف نسوي سد. اوكي لا هذا يمر صح، هذا ما يمسك شيء اظني، هذا يمسك تماما. اوكي صبر، اول شيء نبغى نكنسل هذا، نكنسل هذا ونحاول نسوي السد على الخطة اللي هي طريقة هذه. ابغى اسد الماي بس مش كامل، ابغى في فتحات وابغى اتحكم في وش كثر ماي يطلع. كم يبالي حقه؟ 150. اوكي هاي بعد مستويات، فمن الممكن من الافضل اني اسوي هذا شوي يرفع مستوى الماية ويتحكم فيه. اوكي لانه ما ابغى يغرق المنطقة اللي حوله. اوكي بس هذا اذا رفع مستوى الماية عندي هني بيكون يعني شيء ممتاز. عقب بحط اللي عليه كنترول بس نسوي ريسيرش حق. انزين الحين عندي اربع موظفين فاضيين، اربع موظفين فاضيين معناه اقدر اسوي ريسيرش ساينس زياده، بسوي مبنى ساينس زياده. انا حطي واحد هنا يستوي، اوه يستوي يفوق يشتغل. عندي كم؟ اربع موظفين زياده، خلنا نحطي مبنيين اثنين بس. الخشب بعد خلوني احطي مبنى ثاني دام عندي موظفين. مبنى ثاني لمبر مل، مش لمبر مل عفوا، فورستر. بنحطي الفورستر هني، بنعطي أولوية عالية لأن هذا كلهم 100% وبطيئين الصراحة. أنا عفوا يعني، لكن هذا ما راح يكفي إنه يسوي شيء، بس أبى مورد دايم مستدام من الخشب، يتم ييني خشب 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 لين يقول بس. زين هاي اللي أنتم تحتم درب داون مني، وما عندي بلانكس. شوف البلانكس عندي زيرو، واللوك عندي تعبان، بس هذا المفروض يخليهم اسرع، لان الواحد يروح يخزن. ليش يخزنونه هني؟ انا مش فاهم. بيلدينج اس فل مو مشكله، عادي انت فل عادي، انت اكل مو مشكله. ابل الجيرز 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 من يسوي جيرز باور؟ خلوا من باور مثل بلاتفورمز شوي. المينيو صعب، احس اني اتعود عليه صراحه. بلدر هات يباله 100. Employees additional builder extend strange by building. Employees additional builders. أنا الحين ما عندي ناس مخصصة كبلدر صح؟ خلنا نفتح هذا.
ابى ناس مخصصه انهم يبنون، لان اظني الحين اتريا اللي هو فاضي ويقعد يبني، انا ما ابى اتريا اللي هو فاضي وابني، لا انا اباه الا جريب عملهم هذا يوصل كل مكان، هي يوصل كل مكان، ابى يخصصون ناس شغلتهم الناس هاي بس يبنون. الحين الشير هو ناشف عادي يشلونه، اي عادي، هذا عليه أولوية؟ لا، خي ماخذ 50 بلانك مو عليه أولوية. طيبة زين، الحين استوى عندي موظف زيادة هني، هذا الموظف راح يسوي كذا construction lack materials nothing to do in range. منو هذا؟ انت ما باك خلاص زين، انت ما باك سير داوم مكان ثاني، لان استوى عندي 4 موظفين، والحين هذا راح يبنون المفروض اللي هو مال البلدرز هات. البلدرز هات مفروض يكون يعني زين، هي عندي 3 موظفين شغلتهم شو؟ الخشب هذا. بستغني عن هذا وبستغني عن هذا، يعني هذا الحين انا بستغني عنه يس، وبيجي شو بسوي؟ هذه المنطقة بنزع كل الجذور منها وخلاص، ما بحددها كمنطقة قص شير، خلاص شلينا منها، خلاص هاي منطقة مش قطع شير، هاي منطقة حق اشياء ثانيه. اما البلدرز اظني راح يسرعون عمليه البناء في كل المدينه، اللي استوى عندي ناس تخصصهم شيء واحد الحمد لله، عندي المي قص كفي، بس حسيت المي نقص ترى هالمره. هذا وش كثر المي يمسك؟ هذا ما بنوه للحين ولا اي شغله هاي؟ اوكي هذا يمسك شوي مي بس ما احس انه يمسك. هذا لانه مفتوح. اوكي اوكي هذا لانه هني مفتوح، شوفوا زين. الحين ما احس موجود، ابى اسوي جيرز. الجيرز فود وود، ها شو شغلته؟ جير وركشوب. هذا شو يحول؟ يحول البلانك او بلانك الى جيرز. اوكي هذا بنحتاجه نكست ان نفتحه اكيد، فبالتالي خلينا نشوف بلترز وينهم. ليش ما يبنونهم؟ اعطني اولوية. ما في حد ثاني، في حد ثاني عنده اولوية في اي شيء؟ لا ما في، ما حد عنده اولوية، بس انت مفروض يبون كل شيء عندك انت. اللعبة البلنس مالها حلو على فكرة. الشيء الحلو فيه الأكل، أنا يبنى أوكي unable to build to materials، أنت باقي لك 4 لوك، في 3 هني بس قطعون شير، يعني يعني أنتوا شغلكم بس تقطيع شير، فمش فاهم ليش فاشلين في تقطيع الشير، يعني يعني ما مدى الصعوبة، يعني 3 بس هاي شغلتكم في الحياة. ايه انا حاط المنطقة كمنطقة كلهم صح. It is wanted watered and alive. ليش ما يقصونهم بسرعة؟ يعني انا هالشيء اللي رافع ضغطي حاليا، يعني في اليوم كم يقص؟ 4، يعني 3 يقصون 12، كم ممكن يقص في اليوم؟ انت بس شغلك بيرتش، لا تسوي اي شيء ثاني في حياتك، بس بيرج اولوية، بس اباك تروح تقص شير وترجع، لان مطلعي لي روحي الصراحة ما احس ان انتاجيتهم جميلة، انتاجيتهم جدا تعبانة. ولا لا تقول لي ان هاي البس يزرعون، يعني هذا يقص واحد يزرع. ايوه شكله بالطريقه هاي استوت، يعني صبر خلني افهم الموضوع. اذا اشل هذا لحظه، خلنا نشل دي سلكت على هذا ونمسك هذا، كيف نمسحه؟ زين هذا بالطريقه هذه، والنيب اللي حبيب اللي شغلته في الدنيا قطع شير، يعني هذا شو مشكله الشير هاي؟ ابا تقصونها وما في برايورتي عليها. زين ليش لازم هني؟ ليش ما حطي هني؟ حطي هذا هني، يعني لا تقول لي الحين فهمت، اظني هو هذا يقطع شير وهيلاك يزرعون بس، فاذا احطي واحد هني يقطع شير. الله عندي بلدرز 2 يدومون في البلدنج وعندي 3 ما عندهم دوام. خلنا نشوف هل البلدنج راح يرتفع فعاليته ولا لا.
ترانسبورت جودز بتوين وير هاوسز وين ايدل. اوكي بس الحين انت مش مفروض تكون ايدل اصلا، لان البلد عندي وايد اشياء يحتاجها بني، عرفتوا؟ فهذا تقريبا بيجهز والله الوير هاوس العود، والله مش غلط ابدا. في عندي اثنين عمال فاضيين بس ما يداومون هنا، شو قاعد يسوي؟ ما قاعد يسوي شيء حاليا، بس على ما يبدو فعلا موضوع الخشب صحيح اللي انا مثل ما توقعته، ان في اللي يقطع غير واللي يزرع غير، فانا حاط ثلاثة يزرعون بس شغلهم. انزين اذا السالفة بالطريقة هاي انا عندي ناس اقدر اوظفهم. خلنا نسوي هذا على الطريقة هاي على النهر، ونسوي هذا هني، ويب واحد زيادة يقطع خشب هني شغلته، لان هني باقي بيكون مزروع خشب، لان هاي قاعدين فاضيين بالطريقة هاي، عرفتوا؟ خلنا نسوي بيرج على النهر مرة، كله على النهر حاليا. يا الله ما باك فوق ما باك تحت. هي ثلاثة قاعدين يزرعون بسرعة بس الحين معناها محتاج اللي يقطعوا خشب. يا الله في بعض الأخطاء الستافعة، بس يوم تون على وضع الواقعي، الوضع الواقعي شو يقول؟ أنتم في مصيبة، فأنا كنت في مصيبة حاليا ما أعرف، لأن عندي مال خشب وهذا يقطع الخشب اللي هني ويرجع يقطع الخشب اللي هني، لكن أنا مش محتاج هالشيء، أنا محتاج ناس متخصصة أنها تقص خشب فقط. خلى هذا نعطي أولوية عالية، أبغى أي حد يقصه، بحطي واحد ثاني يجمع خشب، لأن كل شيء قاعد يعتمد على الخشب بشكل أسطوري. يعني شوف هذا ما عنده خشب، وانا ما عندي اللي يجمعون خشب بشكل فعلي، عندي واحد هني دوم، في واحد عندي موظف واحد فاضي، عندي ما عندي بيوت وايد فاضية ترى، فليش ما ارفع اولوية البيت حبة او لا الاولوية حبة، لان من تعطونهم بيوت يبدأون يتكاثرونهم، ونحن نباهم يتكاثرون. انزين الشيء الثاني جير وركشوب، جير وركشوب يباله 100، قلنا يس نبا نحن الجير وركشوب، بيكون معظم المحاط هني في المركز ولا الدكاكين الأساسية، بس أيوة الحين صار عندنا خشب شوي أحسن، أفضل خشب شوي وايد أفضل الخشب صار بشكل كبير. يعني الأكل بس أحسه قام ينزل، فبالتالي شو بسوي؟ بما أني قاعد أحطي أولوية حق بيوت، والله وزعوا انت اولوية اقل، انت اولوية اعلى، انت خلك نفس ما انت حاليا الغير وركشوب ما عندي مشكلة. الحين ابا ابني بيوت في السطح، الخطة اللي قلت لكم عنها. زين بس اول شيء خلنا اني بالباث اللي هني، او لا انا ما بباث هني، لا 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 لا, لا, لا. والله فنان اقدر اكبر اماكن، هاي تعطيك مجال افكار. أنا الحين هاي اللي يوم من البيت من داخل، شوفوا طريقة هاي يوم من هني، شوفوا يا السلام. مشكلة ما أقدر أخذ فيرست بيرسون فيو، عرفتوا؟ إنزين هذا معناه أنا بحطيك أنت هني، وبحطي ممر هني، وبحطي بيوت. مش مرتاح مع كمية الأكل نوعا ما، فبالتالي بلانت تريز عند هذا بلانت كورس النبل فود، معنا عندنا الشواية، عندنا يشون بطاط، عندنا فارم هاوس، وعندنا مش قادر نبقى فارم هاوس. الفارم هاوس يوظف اثنين شغلهم الحياة زراعة بالطريقة هذه، بنحطي وبنسوي مزارع مختلفة من البطاط، لان البطاط عندنا على عندنا اللي يشوي، فبنحطي بطاط هني مو مشكلة جنب القريقة اللي تمتد يمين يعني. انزين بالطريقة هاي. انزين الحين قلنا هاوسنج نبأ بيوت زيادة. والله المكان يا جماعة خطير صراحة، جدا خطير. ما اعرف هل هو عملي ولا لا، ولا يكون ازمة عالمية، لكن شكليا روعة. هو على طول استوى عندنا اللود 26 من 30، الناس تبى تتكاثر على طول ما شاء الله عليهم، حس التكاثر عندهم عالي جدا. انت خلك سكند برايورتي، هاي بدون برايورتي، انت خلك سكند برايورتي نباك. انت والله ما ادري شو وضعك، كانت قلت ريكويرد ماتيريالز، مشكله محتاج موظفين يعني في مرحله،
وإذا يانا الصيف وما عندنا أكل راح توهق. فالحين لازم ما أقدر أشوف إنتاج الأكل مالي نسبة وتناسب مالي مثلا ولا شيء. إنزين فن ما عندهم شيء، فن ما عندهم نترشس ليفل 3، ما عندهم نولج، ما عندهم أشياء وايد أظني محتاجين نحن نفتحها. ميني لوج، سمول لوج ذات فيت سينجل بيفر أذر بلنونز ساتسفايز سليب كومفورت إنهابيتنس. لا دبل لوج هاي شل اثنين، تربل لوج هذا يشل تسعة. ساينس يبالنا وايد، بس إذا عندنا ما عندنا موظفين حاليا ياسين نزيد البيوت على أساس يزيدون عدد الموظفين مالنا، فخل البيوت مالنا سكند برايورتي، لأن إذا ببني شيء قبلهم ما بحتاج هاي الاثنين يكونون بعد برايورتي وايد عالي. بس مو مشكلة عادي، أهم شيء إنهم قاعد يمرون وين منطقة الإنشاءات، ترى ما همهم لو ملاحظين. إنزين هذا معناه أوكي ما في ما في ما في عندي موظفين زيادة حاليا، ولكن وين صار building needs power to operate. انا بنيت gear workshop، انا بنيت مبنى قاطع تماما، انا ما ابى المبنى. ليش؟ لاني مستعير قاعد اسوي اشياء. انا ابى فود، الفود ابى ابني فارم هاوس، ما ابى ابني هذاك. وليش لابى موظفين حق الفارم هاوس على اساس ابدا اني انتج اكل. المهم كملنا ساعه، نحن نشوفكم في فيديو قادم عنها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.